السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعي هيثم في الصين. يعني دايما بحب إن أنا أشارك حضراتكم في المناسبات الجميلة، أي أحداث حلوة، سواء أحداث تهم حضراتكم في الشغل والتجارة والاقتصاد أو حاجة تخصني أنا هيثم، فبحاول إن أنا أشارك حضراتكم بيها. يعني هو فريق العمل آثر إن لازم يعني أعرفكم يعني وتشاركونا الفرحة إنه الحمد لله يمكن استلمنا الدرع ما معرفش بقى بيسموه إيه، المهم يعني البتاع الفضي بتاع اليوتيوب، على ان قناه هيثم في الصين او هيثم من تشاينا على اليوتيوب وصلت 100,000 مشترك. فتقريبا انا بشوف الناس كلها بتحتفل، يعني حتى الناس النجوم الكبار والممثلين واللعيبه يعني دايما يعني بيحتفلوا، اليوتيوب عامل حركه حلوه. ودي خلينا نقول والله موضوع الماركتنج ان اليوتيوب بيعمل جود ماركتنج، يعني انه 100,000 مشترك فبعت لك درع كبير وفعلا جابوه لنا لحد هنا وصل. فده انا طبعا دي تحية لكل متابعي هيثم في الصين على جميع منصات التواصل سواء الفيسبوك أو اليوتيوب أو الانستجرام أو سناب شات أو تويتر أو بقية المنصات. أنتم أصحاب هذا الدرع يعني زي ما بيقولوا، لأنه أنتم 100,000 مشترك اللي خلت اليوتيوب يبعته. فأنا بشكر كل متابعي هيثم في الصين، ويا رب دايما أن تجدوا دائما الأد فاليو أو القيمة المضافة اللي هيثم بيحاول يقدمها لكل الناس المهتمة، رواد الأعمال والشباب والتجار والمستوردين والمصدرين والمصنعين وكل من هو مهتم بالشأن التجاري. كانت المناسبة الثانية بصراحة هي مناسبة يعني بس بصراحة كان لها قدرها، أي نعم هي تقدير شركة من الشركات الكبيرة في مصر في مجال الموارد البشرية إيجي تشان، شركة معروفة في مصر، كانوا عاملين حفل الانوال ميتنج السنه بتاعتهم ودعوني، بس انا رحت متاخر ورحت في الاخر وكنت اخر واحد سبيكر ومعرفش ايه وحاجات كده، ولكن فوجئت انه لما عملوا تصويت بين الحضور ال 150 سي اي او او 150 رئيس تنفيذي مصريين كانوا موجودين ولهم قدرهم واحترامهم وحجمهم، ولما عملوا تصويت ما بينهم يعني على اختيار السكسس ستوري او قصه نجاح، فانا بصراحه ما كنتش متوقع، يعني انا مليت ورقه كده وقلت والله انا حصل معايا كذا وكذا وجابوني سبيكر على حكيت القصه، فتقريبا يعني الناس تعاطفوا معايا ولا ايه، فاختاروني افضل سي اي او لعام 2022 بالنسبه للتصويت اللي حصل في ايجي تشام. فانا ومن هنا بشكر شركه ايجي تشام على الواجب اللي عملوه، على التقدير اللي عملوه، والجائزه تقريبا ان هي بالظبط كده زي ما حضراتكم شايفين افضل سي اي او 2022، وهي تقديري ليها انها تصويت من 150 رجل اعمال كانوا قاعدين، هو ده التقدير الحقيقي، وطبعا من شركه ايجي تشام. ده بس اللي انا حبيت ان انا اوصله لحضراتكم. انا عايز الناس كده تقرب واوريكم، يعني احنا عاملين الاحتفال في وسط فريق العمل اللي موجود كله، يمكن حتى النهارده في شويه غياب بس ايه يعني، لكن اشكرهم طبعا. انا حابب اشكر الاستاذ صبري المدير المالي والصديق والاخ الاكبر بتاعنا، ده لابد انه يتقال، والاستاذ محمد رفع شايف ظاهر في الكادر ولا لا، مدير التسويق وهو القائم على ترتيب الحاجات الجميله دي كلها، ورؤساء الاقسام الاستاذه نهى والاستاذه ياسمين والاستاذ شادي والاستاذ منار، استاذه منار مين تاني يكون حد نسيت حد تاني، معظم الناس يعني عشان بس ما انساش حد، وكل التيم اللي موجودين. لو انا قلت الاسماء يمكن ربما مش هقدر اقولهم كلهم، لكن الشكر انا بقدمه لكل التيم بتاع اسما جروب او اتش اي سي، بقى نقول اتش اي سي جروب كله. احنا بناخد خطوه للامام، عايز اقول ان انا حتى على الهوا، احنا على الهوا دلوقتي احنا عملنا اكستنشن للشغل بتاعنا والشركه بتاعتنا، بقى اصبح ثلاث شركات كبيره دلوقتي، منها اكاب اللي انا عايز اعلن عن حضراتكم ليها دلوقتي، احنا عندنا شركه كبيره ثانيه اسمها اكاب، اختصار لارب تشاينيز افريكان بزنس سنتر، خدمات الاستثمار، يعني كل الناس اللي بتتابعنا والمهتمه بانها تعمل نشاط تجاري جديد او نشاط صناعي او داخله في الصناعه او داخله في التصنيع او التصدير، انا بتكلم على مصر مرحله اولى ثم البلاد العربيه مراحل ثانيه، ان شاء الله باذن الله هتلاقوا تجاوب كبير جدا، هتلاقوا اهتمام كبير جدا، احنا عملنا دمج ما بين عده شركات كمان عشان ان احنا نقدم خدمات اكتر لكل الناس المهتمه بالتصنيع في المنطقه العربيه. مصر هي القلب الميدل ايست او قلب الشرق الاوسط، فبالتلقائي الناس اللي بيتابعونا من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسودان والعراق واليمن والسعوديه والامارات وبقيه الدول العربيه كلها، كلهم مهتمين انه احنا بنعمل بديل، بدل ما تروح الصين ربما تقدر تيجي مصر وتاخد منتجات من مصر، لان مصر يعني داخله على مرحله صناعيه مش هنقول حتى ولو مش باختيارها اجبار،
لابد ان والمنطقه العربيه كلها. مش عايز اطول عليكم، لكن انا حبيت اشكر التيم كله واشكر حضراتكم كل متابعي هيثم في الصين على يعني المناسبات الجميله، وهي فرصه ان احنا نلتقي بحضراتكم ونلتقي بكم، ودايما نلتقي في كل ما هو جديد وكل ما هو فيه اضافه وخير. بشكر فريق العمل اللي موجود مره ثانيه وثالثه ورابعه، وانا فرد من مجموعه ومؤسسه كامله يعني، وانا اقل واحد فيهم، لانه ممكن انا اكون نايم في البيت والاستاذ صبري او نهى او فلان او علان هو اللي قاعد على الكيبورد وقاعد ويامك بصراحه. وهكرر تاني، انا ببقى ماشي الساعه 6 والاستاذ صبري قاعد سهران لحد الساعه 8 و9 بالليل، وفريق العمل برضو ناس تانية كتير، فبصراحه يعني انا اقل واحد فيهم، وانا بحييهم كلهم، ويا رب يا رب دايما نكون عند حسن الاداره، نكون عند حسن ظن فريق العمل كله، والخير اللي بيجي بيعم على الجميع. اشكركم دايما واشكر كل متابعي سان في الصين، اشوفكم على خير، متنسوش اعملوا شير ومشاركه للبث يوصل لاكبر عدد من الناس، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.